بما أنه وصلنا مرحلة الأكسسوارات في البيت، الحين ببتدي أحط الشموع اللي خدتها من Bath & Body Works. أحلى شيء أن عندهم ديزاينات وايد حلوة ومناسبة للديكور عندكم، يعني شوفوا كيف مناسبة للديكور. بحطها هنا. أنا وايد أحب شموع ثلاث فتلات لأنها تتم لفترات أطول، والريحة تكون فواح بشكل ما تتخيلونه، وتعلق في الفرش، تعلق في الحمامات الله يعزكم، في الغرف، في المكان اللي أنتوا تحبون أن تحطون فيه الشموع. طبعا عندهم الحين أفرات في السعودية، في الكويت، وفي الإمارات. ترفعوا الشاشة وتسوقوا الشموع في السعودية بأسعار تبتدي من 45 ريال. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.